السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال طلابنا الأعزاء؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير وسلامة، الله يخليكم ويحفظكم. بالمحاضرة السابقة أخذنا محاضرة تعريفية مقدمة لمادة السيطرة والقياسات، وشرحنا بآخر المحاضرة شنو الفرق بين الأوبن لوب سيستم، الأوبن لوب سيستم أو الأوبن لوب كنترول، واللي هو هذا الشكل اللي أمامكم. قلنا إن خلي النظام على شكل بلوكه ونرمز له برمز، يكون حرف جي او اي حرف تستخدموه. طبعا هاي الاس بعدين نسولف عليها. وهذا النظام داخلت له اشاره ليشوفوا هذا الانبوت اللي هي احنا رمزناها برمز اكس، وهذا النظام راح يعالج هاي الاشاره حسب معطيات معادلات وراح يعطينا اوتبوت، راح يعطيني اوتبوت. قلنا هذا الشكل يصيحوا له open loop control أو open loop system، واضح؟ بي input وبي output. الـ open loop control أو open loop system إنه هذا النظام ما راح ياخذ هاي الإشارة الخارجة ويروح يقارنها بريفرنس ويتأكد إنه هل وصلت للنتيجة المطلوبة أو لا، فقط يعالجها ويعطيها. فإذا كانت كبيرة صغيرة زينة مزينة ما له دخل، ما يتحكم بيها. فهذا شرحناه بالمحاضرة السابقة. وهماتني شرحنا الكلوز لوب كنترول اللي هو هذا امامكم. قلنا بالكوز كلوز لوب كنترول انه تدخل اشارة للنظام، وهذا النظام راح يعالجها وراح يعطيني اوتبوت. لكن شنو؟ اكو سنسر دا ياخذ هذا الاوتبوت وروح يقارنه بيمن، بالإشارة الداخلة، يشوفه هل وصل لهاي الإشارة اللي احنا رايديها أو لا، ويرجع شنو يطي عازل النظام، وكذلك الآن يوصل للإشارة للقيمة المطلوبة، يوصل للقيمة المطلوبة اللي احنا مدخلها للريفرنس هذا أمامكم. على كل احنا هسه بهاي المحاضرة احنا راح ناخذ موضوع البلوك دياجرام، البلوك دياجرام هي عملية representation. احنا دا نمثل النظام المعادلات مالته. احنا بعد ما يعني لما نتقدم ان شاء الله راح نسوي موديلينج، انه نجيب سيارة، نجيب خلينا نقول طائرة، نجيب كذا، ونحولها على شكل معادلات رياضية. زين، لما نحولها على شكل معادلات رياضية بعملية السيطرة صعب التعامل بالمعادلات الرياضية مباشرة. ليش؟ لان راح اصير عندي هواي معادلات، راح نضرب معادلة بمعادلة، راح نقسم معادلة على معادلة، وكثير من العمليات على اغلب المعادلات معادلات تفاضلية، ماشي؟ وراح نشوف بعدين شلون نتعامل مع معادلات تفاضلية باستخدام لابلاس ترانسفورم. على كل ابتكروا طريقة سهلة، قالوا يابا احنا كل خلينا نقول معادلة، كل معادلة او كل نظام نحوله على فتشي اسمه ترانسفير فانكشن، طبعا طلابنا لحد هسه خلينا نقول يرتبك او ما يحاول يربط الموضوع بالسيطره حاليا، بس اتبعوا وياي هاي التعاريف، واضح؟ بس اتبعوا وياي هاي التعاريف وفهموها وعرفوا شلون تتعاملون وياها. ورا كذا محاضره بعدين واحد يقدر يربطها بماده السيطره وشلون يتعامل وياها. حاليا احنا بدنا ناخذ خلينا نقول البريكس مات الجدار، الطابوق مات الجدار، بعدين لما نتكمل عندك خلينا نقول اغلب المواد بعدين تقدر تبني الجدار، واضحة إن شاء الله. فهسه حاليا فهاي تول من الأدوات، أداة من الأدوات المهمة والمفيدة في عملية السيطرة، هي تعلمنا إنه شلون نتعامل مع نظام السيطرة بطريقة سهلة، شلون نمثل أو نتعامل مع نظام السيطرة أو المثال أو السؤال أو أي سؤال راح يجيكم بطريقة سهلة وسلسة، وهي عن طريقة البلوك دياجرام. فهسه حاليا خلنا ناخذ هاي التعاريف وهاي الديفينشن، وبعدين ان شاء الله تتضح عندنا الرؤيه بعدين. حاليا اول تعريف عندنا هي الترانسفير فانكشن. فشي يسحوله ترانسفير فانكشن. شنو ترانسفير فانكشن؟ يقول لك هي الاشاره الاوتبوت على الانبوت. هذا النظام عندي شنو اشاره الاوتبوت عنده؟ هذا الواي، واضح؟ هذا الواي. الانبوت من هي الاكس، وبذلك الترانسفير فانكشن مات هذا النظام يساوي لي شنو؟ يساوي لي الواي على الاكس. دي شوفوها يساوي الواي على الاكس. بس اذا طلبت من عندك يابا شنو الترانسفير فانكشن مالت هذا النظام، اعطيك هذا النظام اقول لك طلع لي ترانسفير فانكشن مالته، ترى سمبلي تقسم لي الواي على الاكس، واضح؟ تقول يابا الترانسفير فانكشن. طبعا هنا شنو؟ هنا احنا رمزنا لهذا البلانت بحرف جي. بس تقول لي يابا الترانسفير فانكشن
شنو هي؟ هل هي جي او جي هي نفسها الترانسفير فانكشن هي نفسها جي؟ ليش؟ لانه هاي الواي هاي الواي هاي الواي قيمتها شو تساوي لي؟ تساوي لي جي في الاكس. لو تجون تشوفون تضرب حاصل طرفين بواسطين الواي شو تساوي لي؟ تساوي لي جي في الاكس. واضح؟ طبعا هذا المعلومات راح يفيدنكم كل ما نسترسل بالمحاضره. واضح؟ فعرف لي انه اذا عندك هيك شكل قلت لك ايش قد قيمه الواي راسا الواي تقول لي شنو الجي في الاكس ايش قد شنو ترانسفير فانكشن تقول لي جي الجي هي شنو ترانسفير فانكشن تساوي لي جي تساوي لي شنو تساوي الواي على الاكس طبعا احتمال اني الواي هاي معطيك اياها طبعا شنو قاعد شو بدي اشوفوها هي فانكشن اوف اس والاكس هي فانكشن اوف الاس احتمال انا معطيك هنا بولينوميال قايل لك يا ابو الخرج هو اس تربيع زائد 5 اس زائد 10 اس والاكس هي شنو اس تربيع زائد 20 زائد 100 وقلت لك يا ابا فايند ذا ترانسفير فانكشن واضح فانت ايش تسوي بس تقسم لي هذا على هذا تقول لي الاوتبوت على الانبوت فافتهموا انه وحفظوها طبعا هاي شنو الترانسفير فانكشن هي الاوتبوت على الانبوت واضح وهاي الاشاره هي ايش تساوي لي تساوي لي البلوكه بالاشاره داخلتها فهاي الواي تساوي لي جي في الاكس نشوف هاي جي في الاكس واضح خوب سهل اخو ما بيها شيء موضوع كلش سهل وبسيط زين استفهمنا ترانسفير فانكشن شنو شلون تمثيلها بالاوبن لوب طبعا هاي الجي اللي تشوفوها هاي الجي هم كان احتمال تكون فراكشن يعني كسر اللي تشوفوها هي فانكشن اوف الاس بها اس بولينوميال بالبسط وبولينوميال بالمقام انا اعطيتكم مثال هنا قلت احتمال هنا يكون اس زائد 1 وبالمقام اس تربيع زائد 4 اس زائد 5 احتمال لا احتمال اس اس كيوب زائد 4 اس تربيع زائد 5 اس زائد 0 هنا احتمال اس اس 10 كذا واضح هاي بعدين ان شاء الله نناقشهن ذني شلون يصيرن وشلون نحصل من عندهن واضح بس حطوا ببالكم هالشيء زين بالنسبه للكلوز لوب سيستم الكلوز لوب سيستم قلنا يابا انه عندنا اشاره داخله وراح تدخل للنظام وراح يسوي لها سيطره وطلع لي اشاره وهاي الاشاره راح ترجع فيدباك وتتقارن بهاي النقطة هسه حاليا بس نريد نعرف هاي نقطة المقارنة اللي شوفوا يسحوا لها summing point حفظوا هاي يسحوا لها summing point انه هاي الاشارة تنطرح من عند هاي الاشارة طبعا هنا أنا مو شرط احتمال يجيك سؤال هاي موجبة واضح احتمال يجيك هاي سالبة احتمال اثنينات الموجبات احتمال اثنينات سالبات واضح بس على كل هذا الشكل هاي الدائرة طبعا اكو بعض مصادر تحط اكس داخل الدائرة اكو مصادر ما تحط اكس داخل الدائرة الطالب مخير على كل اسمها شنو summing point زين هاي النقطة اللي دي ناخذ من عندها إشارة يصيحوا لها take off point ذني تعاريف طلاب حفظوهن وعرفوهن هاي يصيحوا لها شنو summing point وهذا الشيء يصيحوا لها take off point زين أحيانا أنا شنو عدي بالفيدباك هذا الفيدباك إنه قلنا نظام يأخذ لي الإشارة الخارجية ويرجع يقارن لياها بيمن يقارن ليها بالإشارة الداخلة هسه أحيانا أنا عدي فد خريطة إلكترونية والتعامل كلها بالفولتية فأنا مطي فولتية هنا داخلة والنظام هو عبارة عن خريطة إلكترونية يعالج لي هاي الإشارة وطلع ليها والخرج هم فولتية فهاي الفولتية أقدر أقارنها بالفولتية فلذلك ماكو داعي أخلي بلوك فأجيب الإشارة هاي الفولتية رأسا أطرحها من هاي فاحتمال هاي 10 فولت هاي 5 فولت رأسا أطرحها فهذا الشكل اللي ما بي بلوك هنا بالراجع دي شوفون هذا الخط الراجع اللي ما بي بلوكه يصيحوا له يونيتي فيدباك كلوز لوب سيستم ليش لانه هاي قيمتها واحد هنا كل شيء ماكو بس واحد يونيتي فيدباك كلوز لوب سيستم لكن اكو انظمه الاشاره الداخله تختلف عن الاشاره الداخل الخارج شلون مثلا عندي جهاز تبريد انا بجهاز التبريد اعطيته مثلا اشاره رقم درجه حراره اللي اعطيته اشاره اللي هي شنو خلينا نقول فولتيه بالريموت كنترول اعطيته فهو استلم اشاره هل قد فولتيه فهو راح يفتهم هاي الهلقة الفولتية كون تطي هلقة تبريد واضح؟ فهاي الفولتية والإشارة اللي طيتها أو الرقم أنا طيتها على شكل فولت واضح؟ أو تيار خلينا نقول فدخلت للنظام وعالجها وطلع لي شنو الخرج مالته طلع لي هواء بارد راح طلع مو طلع لي فلود اللي هو هواء أو حرارة درجة حرارة فأكو سنسر دي قيس لي سرعة الهواء أو دي قيس لي شنو دي قيس لي درجة الحرارة فهذا لما السنسر قاس لي درجة الحرارة أنا هنا مدخل فولتية فشلون راح يقارن الفولتية بدرجة الحرارة فما راح يعرفها فلذلك شنو راح ندخل بدالة أخرى هاي الدالة تحول لي
تحول لي هاي الفولتية، هاي درجة الحرارة إلى